النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى من أجلك، ضرب من أجلك، طرد من أجلك، أوذي من أجلك، طلقت بناته من أجلك، وأنت تستحي من سننه صلى الله عليه وآله وسلم، تستحي أن تظهر سنة، تخجل أن يقول الناس عنك ماذا تفعل، نخجل أن نطلق لحانا، أن نقصر ثيابنا، أن نمشي كمشيته، أن نقول كمقالته، أن نحفظ كلامه، أن نصفه ونمدحه بين الكفار، نخجل من الدعوة كما كان يدعو، نخجل من الأذكار بين الناس كما كان يذكر الله بين الناس، نخجل من أن ندعو الناس إلى اتباع سنته، نخجل من سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كاد أن يقتل مرارا وتكرارا من أجلك عليه الصلاة والسلام، من أجلك أنت، من أجلك أنت. لما أراد أن يغادر الدنيا بكى، فقيل له ما يبكيك يا رسول الله؟ قال وددت لو رأيت إخوة